بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحياتي لحضراتكم جميعا. بنواصل مع بعض سلسلة حلقات مع متخصصين. النهاردة بنتكلم إن شاء الله عن المناطق الحرة وبعض الإجراءات التنفيذية في المناطق الحرة. قبل ما نتكلم عن الإجراءات التنفيذية، إحنا حابين نتكلم سريعا عن المناطق الحرة هي عبارة عن إيه. المناطق الحرة عبارة عن مناطق استثمارية بتبقى في داخل حدود الدولة السياسية وسلطتها التنفيذية، لكن بتختلف من حيث الإجراءات الجمركية على البضائع اللي داخلة واللي خارجة للمناطق الحرة. والمناطق الحرة واحد من أهم عوامل جذب رؤوس الأموال للدول، عشان كده منتشرة في كتير من الدول عشان خاطر تجذب رؤوس الأموال ليها، وليها مميزات كتيرة جدا بالنسبة للدولة اللي يكون فيها مناطق حرة زي ما هو موجود عندنا في مصر، سواء كانت مناطق حرة خاصة أو مناطق حرة عامة. بالتأكيد الموضوع كبير بالنسبة للمناطق الحرة، نتكلم فيه مميزاته إيه والشروطات الموجودة فيه في حلقة ثانية، لكن النهاردة بحكم إن إحنا نتكلم عن متخصصين وإجراءات تنفيذية، هيشرفني النهاردة إن شاء الله يكون معايا زميلي الأستاذ هاني عصام عشان نتكلم في جزئية إدخال البضائع للمناطق الحرة، وخاصة بنتكلم عن المناطق الحرة الخاصة. فخلونا نرحب بالأستاذ هاني معانا في الفيديو. أهلا وسهلا بيك أستاذ هاني معانا. حابب اسمع منك الاجراءات اللي بنقوم بيها عشان ندخل البضاعه، وخاصه اذا كانت البضاعه وارد من الخارج او وارد من السوق المحلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للبضاعه اللي هي الوارد خارجي، يتم عمل عن طريق مرحلتين. المرحله الاولى هي الاستثمار، والمرحله الثانيه هي الجمارك. المرحله الاولى اللي هي الاستثمار، يتم عمل الإقرار الوارد لدخول الشحنة إلى الميناء، ميناء السفن أو ميناء الأدبية. بعد ذلك يتم عمل الإقرار. المرحلة الثانية يتم فتح شهادة جمركية. يعني إحنا بننفذ إجراءاتنا من خلال مكانين أو جهتين. الجهة الأولى هي جهة الاستثمار، إن إحنا بناخد منها حاجة اسمها إقرار الوارد الخارجي، لأن البضاعة دي مستوردة من خارج البلاد. الإقرار الوارد ده مع طبعا إجراءاته، اللي أنا طبعا فاتورة بوليس الشحن اللي عمل الإقرار. تمام. المرحلة الثانية هي الجمارك. المرحلة الثانية الجمارك، يتم فتح شهادة جمركية لإنهاء الإفراج عن البضاعة. وهي المرحلة الأولى فتح شهادة جمركية، إفراج جمركي، زائد عمل بوصلة بوليس شحن، زائد يتم عمل طلب إرسال. طلب الإرسال عبارة عن الإفراج عن البضاعة. بعد ذلك يتم عمل لجنة جمركية الإفراج عن البضاعة، ويتم معاينة وكشف البضاعة تمام من خلال الشركة لمنطقة حرة الخاصة. هي واحد المنطقة الحرة الخاصة، يتم إحضار لجنة جمركية من الجمارك والاستثمار لعمل تخزين الشحنة بمقر الشركة. دي بالنسبة للإقرار اللي هو الوارد الخارجي. يعني كده بنتكلم عن رحلة الوارد الخارجي، بتبدأ بتعدي سريعا كده بمرحلتين مفصلين. مرحلة أول حاجة إنهاء الإجراءات في الاستثمار زي ما سوزان اتفضل وقال. المرحلة الثانية إنهاء الإجراءات الجمركية في ميناء الوصول، أيا كان هو ميناء اسكندرية، ميناء السخنة، وات ايفر هو إيه. زائد بيتم المرحلة بشكل نهائي من خلال حاجة اسمها إذن التخزين، وده اللي بيمثل ترصيد للبضائع اللي داخلة في المناطق الحرة. ده بالنسبة لإجراءات المناطق الوارد الخارجي. سريعا إجراءات الوارد من السوق المحلي. تمام. طبعا زي ما قلنا في المرحلة الوارد الخارجي، بالنسبة للوارد المحلي يتم عمل إقرار وارد للسوق المحلي بفاتورة تمام من المنطقة الحرة للاستثمار. بعد ذلك يتم اتجاه فتح شهادة من الجمارك، وبناء عليها يتم كشف وتخزين ومعاينة على الشهادة. وبعد ذلك يتم إعفاء المشمول من ضريبة القيمة المضافة من خلال استخدام نموذج، استخدام نموذج 13. تمام. ممتاز. اللي هو الخاص بالضرائب العامة على المبيعات. كده احنا هنا رحلة الإجراءات المطلوبة لعملية الوارد الخارجي أو الوارد من السوق المحلي، ودي كانت سريعا بعض الاجراءات اللي بتتم، اجراءات تنفيذيه على البضاعه الوارده للسوق للمناطق الحره، سواء كانت من السوق الخارجي او من السوق المحلي. وده كان لقاءنا النهارده مع الاستاذ هاني عصام،
طبعا شرفني، وانا اشكرك يا استاذ هاني على مشاركتك في المعلومات التنفيذيه. استاذ هاني واحد من الناس المنفذين في شركه البترول المصريه الصينيه على مدار حوالي 8 سنوات متتاليه، وبيتولى موضوع متابعه وتنفيذ بعض الاجراءات الخاصه. عشان كده الاجراءات اللي احنا قلنا عليها دي تنفيذيه وواقعيه موجوده. نتمنى ان الفيديو ان شاء الله يفيد حضراتكم جميعا، وعلى وعد باذن الله ان يكون في فيديوهات ثانيه نتكلم فيها عن المناطق الحره، ان هو واحد من اهم الجوازب الاستثمار المنتشر على مستوى العالم. ساعدنا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.